نجيبة غيث ستيتا تربوية، مستشار تربوي في وزارة التربية والتعليم، مؤسس لمشروع التعليم المبكر، مدير مكتب التفتيش التربوي قبل إدارة التعليم المبكر، مؤسس لمدرسة ليبية في براتسلافا عامة، ناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، مؤسس لجمعية عضو مؤسس لجمعية أيدينا التكافل، وعضو مؤسس لجمعية التواصل لبناء قدرات الشباب والمرأة والطفل، عضو في مجموعة منظمات أخرى، رئيس مؤتمر التكتل المدني الديمقراطي، وهذا يعتبر تتويج بالنسبة لمسيرتي حيث تم انتخابي كرئيس مؤتمر التكتل المدني الديمقراطي. هذا العمل يعتبر الأول في كمكانة، يعني إذا كانت كمهمة بلاش كمكانة في ليبيا في المجال السياسي. وأهم إنجاز حققته وأني وصلت أن تم إقرار مرحلة التعليم المبكر في السلم التعليمي باعتبارها مرحلة إلزامية ومجانية. الإنجاز الثاني هو أن انتخبت، هذا إنجاز الحقيقة أتاني، انتخبت رئيس مؤتمر حزب التكتل المدني الديمقراطي. التصور لعمل مرأة هو تصور لازال تصور نمطي، محصورة في وظائف معينة وفي أعمال معينة، ما بين التعليم، ما بين الطبيبة، ما بين المهندسة، رغم أن النساء الليبيات فاتن هذه الحواجز واشتغلن في عديد الأعمال، يمكن حتى المستغرب منها أنه ممكن حتى في بلاد أخرى مثلنا لم يتم العمل فيها في كما عملت الليبيات. الشابات الليبيات عندهن رغبة شديدة في التغيير، ولكن بعض منهن مجرد ما تصادفها صعوبات تلاقيها تتراجع. اللي نطلبه منهن أن ما فيش نجاح بدون مواجهة صعوبات، لابد من مواجهة الصعوبات. ولذلك التحدي، من يتحدى ومؤمن بقضيته، مؤمن برسالته، مؤمن برؤيته، لابد أن يصل إلى هدفه. ولذلك النساء الليبيات، طبعا من الشيء اللي نفخر به جدا كمرأة ليبية أن النساء الليبيات تم الحقيقة، ما بيش نقول هيمنتها، لكن تم وصولهن لمراكز ولمراحل تعليمية وتخصصات تعليمية. لما نأتي إلى إحصائيات نجدها فاقت حتى تعداد الذكور. في الوقت هذا ما يشاع بأن نتيجة أن تعداد النساء الليبيات أكثر من الذكور، والحقيقة هذه المعلومة غير صحيحة، هي نصف نص، 50% 50%، يمكن زيادة أخرى الذكور قليل عن الإناث، ولكن رغبتهن وإصرارهن على الولوج إلى مسارات العمل المتعددة هو اللي وصلهن إلى، وإصرارهن وعدم إخفاقهن ونجاحاتهن حتى على مستوى البيوت. يعني بعض الأسر ما كانتش مشجعة لعمل البنات ولا دراسة البنات المتقدمة، الآن نجد الأباء والأمهات والأجداد والأعمام والأخوان نجدهم فخورين ببناتهم اللي وصلن لمراحل متقدمة من العمل أو من التعليم.